صواريخ الكورنيت و23 ونصف والاستهداف اعتقد روس ليك. تم استهداف مدينة موريك بعدد من الصواريخ نهار الاثنين ب 24/12/2018، مما أدى إلى وقوع إصابات في المدنيين. توجه فريق الدفاع المدني وتم إنقاذ المدنيين، كان عندنا 3 حالات إصابة تم إنقاذهم. وأثناء أثناء إسعاف المدنيين تم استهداف آليات الدفاع المدني وعدد من الصواريخ مركز الدفاع المدني، مما أدى إلى أضرار في الآليات. الشخصية هاي شق في الصاروخ قراد على البيت. إن شاء الله على السلامة أبو. الحمد لله رب العالمين على سلام بإذن الله.